ولا ينصر سيدنا اللي يعاونكم مسيح. هذه الطاقم قليله تدخل في اطار السياسه نتاع وزاره الصحه اللي هي تقريب خدمه طبيه من المواطن. ان شاء الله بخير وعلى خير، كل شيء داز بخير وعلى خير، الحمد لله، الله يجزيكم بخير، الله ينصر سيدنا. دكتور صالح يوسف عن الجمعيه المغربيه الطبيه للتضامن، جينا نقيموا هنايا بحمله طبيه لعلاجة مرض المياه البيضاء اللي هو معروف بجلاله. هذا الاقليم فيه كثير ديال الناس يعانون من هذا المرض، ومع خصوصيات الطبيه نتاع الاقليم وقله الموارد البشريه وبعد السكن نتاع الناس ما كيتكملوش انهم يولجوا لهذه الخدمه الطبيه هنايا في بيوكرا. عيطوا علينا هاد الناس اللي يجازيهم بخير، عطاونا الدواء واقفين معنا اللي يعاونهم فين ما كانوا يعاونهم، ولا ينصر سيدنا اللي يعاونكم مسيد اللي يعاونكم. الحمد لله هذه واحد المتقن قليله تدخل في اطار السياسه نتاع وزاره الصحه اللي هي تقريب خدمه طبيه من المواطن، وهذا الشيء كله كيدخل في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي هي كتمولنا واللي واقفه معنا باش نقدروا نقوموا بهذه العمليات كلهم ديال العينين. الجمعيه ديالنا عندها معها شراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ديال ولايه سوس ماسه، وان شاء الله كاين حملات طبيه كل شهر كتقام، وفي كل حمله طبيه كنفتحوا ان شاء الله ما بين 150 حتى 200 مريض. وهذا الشيء كله انتم شفتوا الفئات اللي كتجي، هما فئات معوزه اللي ما كيمكنلاش تولج الخدمه الطبيه في المستشفيات ولا المصحات الخاصه. الله يجزيكم بخير، حنا عندنا جلاله وجينا لهنا للسبيطار ديال بيكرا، وكاين هنا الاطباء وكاين الفرمليه وكل شيء مزيان، تصوبوا معنا مزيان، صوبوا لنا الاوراق ديالنا ودوزوا لينا، ان شاء الله بخير وعلى خير، كل شيء داز بخير وعلى خير، الحمد لله، الله يجزيكم بخير، الله ينصر سيدنا، الله يعطيكم الخير، الله يوفقكم.